كان مجموعة من الشباب في بيتي، وعندما جاء وقت صلاة المغرب هطل مطر شديد. كان مجموعة من الشباب في بيتي وعندما جاء وقت صلاة المغرب هطل مطر شديد. نعم. فصلينا المغرب في البيت جماعة، ثم أراد مجموعة أن يصلوا العشاء جمعا مع المغرب بسبب المطر، ورفض البعض بحجة أن الجمع رخص لجماعة المسجد وليس البيت، وقال بعضهم أن الجمع يجوز ولكن صاحب البيت لا يجمع، فما هو الصواب؟ على كل حال، صلاتكم في البيت من أجل المطر، إذا كان المطر ينزل ويبل الثياب تتأذون بالخروج، صلاتكم في البيت صحيحة لأن هذا عذر. أما الجمع فلا وجه له، الجمع لا وجه له، الجمع يكون في المسجد لجماعة المسجد تخفيفا عنهم، أما اللي يصلون في البيت فلا وجه للجمع. وإن قال به بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم أنه يجوز الجمع حتى لأهل البيوت حتى للنساء، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم.